البنات صافا لاباس عليكم مزيانين نتمنىكم في احسن الاحوال ويلقاكم هذا الفيديو في صحه جيده ومرحبا بكم في فيديو جديد. الوصفه ديال اليوم هي كيكه غنوجدها واحد الكريمه كتجي زوينه. باش نحضروا هاد الكيكه نحتاجوا لجوج بيضات حراره المطبخ، نص كاس زيت، كاس ديال الطحين ديال الحلوه، نص كاس عنبة ديال الكوك، كنحتاجو الكاس معامر ديال سكر سنيدة، قبيصة ديال الملحة، ونحتاجو لواحد جبن كريمي سكري يعني بالسكر. وندوزو للتحضير ديال هاد الكيكة. ناخدو مولينات نوضعو جوج بيضات مولينات، ضروري يكون البيض حرارة المطبخ، غنزيدو قبيصة ديال الملحة، نضيفو كذلك واحد نص كاس ديال العنبة ديال الزيت. غنزيد واحد الصاشي ديال السكر فاني، غنطرب كلشي وهانتوما معايا، وغنضيف كاس معامر ديال السكر سنيده كنت نسيتو في المقادير. غادي نزيدو البيض والسكر والزيت وغادي نطرب كلشي وهانتوما معايا. وهو الخليط من بعد ما طربتو طربوه مزيان حتى يولي بيض، غادي نصبو في هاد البول هاد الكيكة اقتصادية صراحة، جربوها. غادي نضيف لها نص كاس ديال العنبة ديال الكوك ونخلط. حضروها لوليداتكم في الكوتي. غادي نضيف واحد جبن كريمي بالسكر، غادي نزيد ونخلط. غادي نزيد واحد الكاس ديال العنبة ديال الطحين مغربل، ضروري يكون مغربل، ونخلط مزيان مع العناصر حتى تندمج. غنضيف صاشي ديال خميرة الحلوة حتى هي غادي نغرب ليها. نغرب مزيان نجمع العناصر كاملة وهانتوما معايا. بعد ما جمعت العناصر خديت مول دهنتو بالزبدة ورشيت عليه الطحين، خديت هاد المول العجيب الصغير، تقدروا ديروا اي مول عندكم. غادي نصب فيه الخليط وندخلو للفران يطيب على نار مهينة حتى يطيب وتشوفوه في طبق التقديم.
دابا ندوزو نوجدو لا كريم اللي كتجي فوق الكيكه, ودابا ندوزو نوجدو الكريمه ديال الكيكه كتجي خطيره. باش نحضرو هاد الكريمه نحتاجو نصف لتر ديال الحليب, نحتاجو ثلاثة ديال المعالق ديال النشا, نحتاجو ثلاثة ديال المعالق ديال السكر ثاني, نوضع الكل فوق البوطة حتى يعقد, وغادي ندفلو الفرماج واحد ياغورت طبيعي, نخلط العناصر كاملة ونوضعها فوق البوطة. وها هي الكريمة بعد ما وجدت عقدات, غادي ندفلها كاس ياغورت طبيعي بدون سكر, وغادي ندخلها ثلاثه ديال القطع ديال الفرماج اللي عندكم, تقدروا ديروا كيري كتجي هاد الكريمه جديده صراحه, جربوها واللي جرب شي وصفه يخلي لي تعليق. غادي نخلط كلشي, هذه الكريمه اللي غادي نزين بها الكيكه ديالي حتى تشوفوا طبق التقديم. وهي الكيكه بعد ما دهنتها بالمربى ورشيت عليها الكوك, تقدروا ترشوا اي حاجه عندكم, زينتها بهذا الكريمه وفوقها رقائق اللوز, جربوها وإلى وصفة جديدة إن شاء الله.